الآن بنتناول أهم أسباب الطلاق. الحقيقة أنا يعني أرى أن أهم أسباب الطلاق هي البعد عن الله سبحانه وتعالى. إذا كان القرب من الله من خلال الزوج والزوجة في العلاقة، في التواصل، في الطاعة، في الأداء ما هو مكلف به من الله سبحانه وتعالى، فنثق أن السعادة ستحل في المكان وسترفرف على أرجاء هذا البيت. أنا دايما كنت بقدم في دوراتي حاجة اسمها هرم السعادة. هرم السعادة قمته الله سبحانه وتعالى، والزوج على اليمين والزوجة على اليسار. إذا كانت المسافة بينهما وبين الله قريبة، ثق أن التقارب بين الزوجين يكون قريب، لا توجد مسافة. لكن إذا حدث تباعد وكانت الزوجة في مكان والزوج في مكان آخر، هنا أصبح المستطيل طويل، أصبحت المسافة بينهم متباعدة بين الزوجين نتيجة البعد عن الله. هذا يعني الهرم اللي هو هرم السعادة ده يعني مستخدم عالميا يعني في دورات الإرشاد الأسري والزواجي. لذلك دائما احنا نركز على أن كلما كنت قريبا من الله، كلما كنت في طاعته، كلما حلت عليك السكينة والمودة في علاقتك مع شريك حياتك. ثاني هذه الأسباب اللي أوردها التقرير كانت هي الخيانة، إن أحد أطراف العلاقة الزوجية بيدخل في علاقة غير مشروعة مع طرف آخر، وبالتالي بيجد فيه إشباعات وبيجد فيه ما يبحث عنه من لذة أو متعة أو أي شيء خارج إطار الزواج. البعض يعني بيخطئ بهذا الفعل. لماذا؟ لأن أولا ده شيء من الأفعال المكروهة أو الغير يعني المحرمة. ثاني شيء، الأفضل أن تجلس مع شريك حياتك، تحاول أن تجد حل للمشكلة، لا أن تهرب منها إلى الخارج. أيضا عملية الإشباع الجنسي للطرفين. البعض بيعتقد أن مجرد دخوله في علاقة حميمة مع شريك حياته هو يحقق إشباعه الخاص ولا يهتم بالآخر. دي من ضمن الأسباب الرئيسية لحالات الطلاق وتزايدها. لذلك لابد أن يكون هناك تواصل وتحدث مباشرة بين الطرفين حتى يجدوا أفضل الوسائل للإشباع المتكامل بينهم. أيضا المشكلات الاقتصادية وزيادة الأسعار والإنفاق وعملية الدخل وتزايد حالات الفقر، كل هذه الأمور بتأثر على استقرار الأسرة. تدخل الأقارب والأهل والأصدقاء، كل يدلو بدلو حسب موضوع أو حسب فكره هو، وبالتالي تؤثر في زيادة معدلات الطلاق. الحقيقة الـ يعني الأسباب عديدة وتناولها يحتاج لأوقات كثيرة، ولكن نخلص في النهاية أن لكل حالة أو لكل مشكلة خصوصيتها. لذلك لا يجب أن نفرض آرائنا الشخصية على أصحاب المشكلة. لذلك أنا بدعو كل من يتعرض لمشكلة أو خلاف زواجي مع شريك حياته أن يتجه إلى متخصص استشاري أسري وزواجي متخصص لديه العلم والمهارة والخبرة الكافية لعلاج هذه المشكلة، حتى لا يعني نفسد العلاقات ما بين الأسر بتدخل أسرة الزوجة أو أسرة الزوج، لأن في النهاية يمكن الإصلاح، في النهاية لكل مشكلة حل. لذلك فأنا أدعو الجميع إلى التريث، الصبر، الهدوء، اتخاذ الحوار الفعال، عدم استخدام أي أساليب للعنف أو الإساءة للبدنية أو النفسية.